السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الناشونال بيم ستاندرد اليونايتد ستيتس. ده كتاب من ضمن الكتب اللي هي بتبقى مرجع لما تحصل اختلاف في ازاي هنطبق البيم او كده. بنختصر على نفسنا بدل ما نذكر كل حاجة تفصيلة في حاجة مش موجودة، بنقول ان المرجع بتاعنا كود الامريكي، كود البريطاني، الناشونال بيم ستاندرد. يعني بنتفق ايه المرجع بتاعنا هيبقى ايه. بتلاقي هنا في الموقع هنا اللي هو ناشونال بيم ستاندرد اورج، بتلاقي هنا الشرح مثلا ايه هو الاومد كلاس وبالتفصيل، بحيث لو حصل اختلاف نقدر نرجع ليها. شرح البيم كولبريشن فورمات، اللود سبيكيشن على سبيل المثال، بشرح الان سي اس اللي هو اليونايتد ستس ناشونال. فمثلا اختلفت انت مثلا مع حد، بترجع هنا وبيقولك ايه الصح مثلا. تمام، هنا بيقولك خش على الموقع دوت وحمل ال ان سي اس اهوت. هنا مثلا ذاكر ايه هو ال ال او دي وشرح ايه هو ال ال او دي، وبيقولك خش على الموقع ده حمل منه ال ال او دي اللي هو كتب دوت، بدل ما يمسك كل كلام يروح حاطه في البيم ستاندرد وبكتب 100,000 صفحة. لا، هو بيشرح ايه هي، وبعد كده مثلا لو في حاجة محتاجة تفصيل ممكن يبعتك ليها، ما عدا الاومن كلاس واخد راحته فيها جامد. الحاجات اللي هي خاصة بالبيلدينج سمارت مطول فيها شوية. هو كتاب مش بيشرح هو ايه البيم، بس بيحط لك الاسس في التعامل، وفي حاجات براكتس ممارسه للموضوع. بيقول لك من خلال الشغل بتاعنا عرفنا معلومات معينه، طب ازاي نقدر نعمل تقييم للشركه، طب ازاي نعرف العميل عايز ايه، طب ازاي العقد ايه اللي اتكتب فيه، اهم النقط اللي اتكتب فيها في الفاسيلتي اونر ايه المهم فيه. فهو كتاب كويس لو حد عايز يشتغل بيه، مفيش مشكلة.